شوفوا اول مرحله هما يقيسوا لها السخانه، انا كيقاسوا لها السخانه كنت ما كانش. هاي 37 سما درجه الحراره تاعها راهي مليحه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. سلام البنات، الله تكونوا كامل لاباس. لا فيديو تاع اليوم راكم تشوفوا فيه نوع اخر. اليوم رانا عند جمعيه الوفاء لمرضى سرطان الثدي، هي يعني من احسن جمعيات في مدينه العلمه محليا، من انزه كما نقولوا الجمعيات اللي ناشطه صح، نلقاوها في كل المشاكل في كل المواسم، مش غير في هكذا تبان. المهم بلا ما نهضر لكم عليها، الجمعيه هذه راه هي ولايه سطيف ولا مدينه العلمه بذات يعرفوها ويعرفوا الناس اللي تخدم فيها ويعرفوا الناس المؤطرين اللي واقفين عليها. كانت عندي دعوه من الجمعيه اني ندير يعني جوله في الجمعيه، نشوف اخر نشاطاتهم تطوعاتهم، لو واش راهم يديروا في الظروف هذه تاع الوباء. لا فيديو هذا باذن الله راح يكون فيه جرعه امل، تشوفوا يعني البركه تاع مدينه العلمه كي يديروا التلقيح من الاول للاخر نشاطات الجمعيه. شوفوا اي تفاصيل، رقم الهاتف تاع الجمعيه، صفحه الجمعيه، كل التفاصيل تلقاوها في صندوق الوصف. يفوت علينا هذا الوباء باذن الله راح ندير لكم فيديو كامل على مرضى سرطان الثدي. الان راح نخلي لكم الكلمه لاصحاب الجمعيه والمؤطرين المنظمين، هذو راهم كامل يخدموا في سبيل الله، كامل راهم عملهم مجانا. الكلمه في اخر الفيديو راح تلقاوها المدير الجمعيه، وايضا تحيه كبيره للسيد صالح بوترعه. شوفوا هذا الشخص الطيب من انبل يعني الرجال في العلمه، عمي صالح بوترعه. شوفوا جامي نتصل به في حاله انسانيه وما يوفر ليش الدواء ولا ما يوفر ما يحلش هذاك المشكل اللي كاين في هذيك الحاله. شكرا يعني جزيلا انكم عيطتوا لي واستدعيتوني، لانه هذه حاجه تشرفني اني نكون ولو حاضره ولو فيديو خفيف فقط. تفاصيل في الفيديو. شوفوا دوك حنعطيكم المراحل بالتفصيل، كي تدخلي للجمعيه راح تلقاي ممثله تاع الجمعيه ولا عضوه من الجمعيه تشرح لك واش ديري. شوفوا حطيني اول مره نجي، راني جاي ندير الفاكسان، اعطيني الاجراءات وشنو هي التفاصيل مطلوبه مني. اولا مرحبا به، يجي يدير هنا في الجمعيه تاعنا. ثانيا يجيب بطاقه التعريف الوطنيه ورقم الهاتف، هذو ضروريين. بطاقه التعريف ورقم الهاتف. ثالثا اللي تعود عندها مرض مزمن من الافضل تاتي بالادويه تاعها ولا الاوردونونس تاعها. سمعي عندها لوطونسيون ولا داك الشيء؟ لوطونسيون، ديابيت، سمعي على باليش انا اي مرض مزمن كواطخ اي مالادي تريتي عليها من الاحسن تجيب معاها الوثائق اللي عتمشي واللي عتحافظها بيسك الادويه تاعها، بيسك تعقب عند الميدسان دابور يدير لها لا كونسلتاسيون وهو اللي يقولنا على الوثق واش يدير الميدسان. اسكو دير الباكسا ولا ما ديرش؟ ولا ماشي مليح؟ ماشي مليح. سمعنا عندكم طبيب مختص؟ عندنا طبيب، عندنا زوج طبيبات. الله يبارك. الدكتور بركان والدكتور شيدا. الدكتور بركان والدكتور شيدا. شوف عندنا بالخميس الدكتور طالب والدكتور دراحي. طالب ودراحي. ايه هذو الخميس. هذو يطلعوا الوثائق تاع المريض واش يشرب الدواء. هاهم يديروا دوكا كيما يديروا كادوار مع المريض. يشوفوا الدواء وتقول لك اسكو يصلح لها الباكسا اسكو ما يصلحش. ما يصلحلهاش. كي نجي ندير الباكسا وتقولوا نجيب التيست ونجيب الدواء ندير كلش، لا شين غاشي بزاف ولا تفوت بسهوله. تفوت بسهوله. حاسمه بنظام، عندنا تباعد، مديرين الكراسي بنظام التباعد كي تشوفي بيناتهم. الدنيا نظيفه. الدنيا هاكي تشوفي فيها. يجي وتعقب على الميدسان، ديري لا شين الباب اللي يدخلوا عليه، تعقب على الميدسان دير الباكسا وزيد تخرج على باب اخر. تسمى من الاستقبال للطبيب ليكم انتم الباكسا حتى تخرج. انتم متطوعات؟ احنا متطوعين مجانا مجانا يعطيكم الصحه. بالفول وي انتم يعطيكم الصحه. الجيش عطينا مثل الجمعيه اللي حاب يتبرع سما يتبرع لنا من الاحسن يجيب لنا يعني من الاحسن يجي للجمعيه ويتبرع لنا احنا بيسك من المداخيل هذه اللي ندخلوها سواء من الادويه ولا من هذو رانا هما اللي رانا نساعدوا بهم المرضى نشيو بهم لو تريتمون لي مالاد. لا لا نشري نعاونوا المرضى السرطان الثدي نشريو لهم لي تريتمون كيما دوك لاريميديكس نحيوها لهم. والله راكم ديروا تعيارات مجانا ولا تاع سرطان؟ نديروا لي فاكسان ونديروا لي راديو ونديروا لي بيلون. هذو من مع الجمعيه ينسقوا معاهم يجيبوا الملف الطبي تاعهم يحطوه نورمالمون صار هذه على بالها بها. هذو صحاب سرطان الثدي. سرطان الثدي. شوفوا يفوتوا الوباء باذن الله، نجي نديروا جلسه كامله. باذن الله ارواحي كاينه. هاي ساره سيكولوج. ساره وحكمه ومن طون سكرتير تاع تفوت علينا هذه المحنه والوباء اللي رانا فيه. نديروا فيديو خاص على سرطان. وارواحي مرحبا بك. عايشك يعطيك الصحه. شكرا لك على الاستقبال وربي يعاونكم. عايشك شكرا بارك الله فيك. نورمال. صدقتي بلي مليح؟ هادي نورمال هي. سجلتي ولا جيتي طول؟ واش جبتي واحد تيست اليوم؟ درتي تيست لقيتي كلش نورمال؟ سما اليوم حدير. حندير حي. يا مرحبا بك. ها تفضلي. ربي بنتي ويحفظك. ان شاء الله عايشك. ربي يزعلني هذا الوباء ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي عايشك. صح صح قربي.
شوفوا اول مرحله هما البسوا لها السخانه، انا كي قاسوا لها السخانه كنت ما كانش هاي 37 سما درجه الحراره تاعها راهي مليحه. شوفوا الحاج جاي دارت التيست البارح ودوك جابت الدواء تاعها تاع كيما نقولوا لا طونسيون لو شاي تشرب، جابت فوتوكوبي تاعها تاع لا كارت وراهي تستنى فلاشين، راح تعقب عند الطبيبه تشوف الدواء تاعها اسكو الفاكسان تولمها ولا ما تولمهاش. دوك شوفوا الطبيبه واش تقول لها. شوفوا دوك الحاجه هاي وصلت للبيرو تاع الطبيبه، جابت لها الادويه تاعها تاع الكواطر تاع لا طونسيون، ودوك هي تقولها اسكو الفاكسان تساعدها ما تساعدهاش. شوف الطبيبه هي حشمانه ماهيش حابه تهدر، المهم تحيه كبيره كبيره، هي من جنود الخفاء ماهيش حابه تبان ماهيش حابه تهدر، راهي متطوعه الطبيبه في سبيل الله مجانا، يعطيك الصحه وبالتوفيق. دوك نكملي الحاله هذه وقولي لنا هذه فيها الفاكس ما نديرش ان شاء الله. حاجه واش تقولي لها؟ هذو راهم متطوعين في سبيل الله. ربي يحفظهم وربي يهنيهم وربي يعطيهم صحيحتهم وربي يهز لنا هذا البوابه ان شاء الله يا رب. ربي يطبي يشفي مرضى كامل. حاجه عندك لا طونسيون كواطره؟ عندي طونسيون كواطره. عندها لا طونسيون عندها كواطره؟ عندي لا طونسيون نشرب 100 وعندها كواطره نشرب 150 وكواطره نشرب 80 وبريس وتشرب اكسبرس. الحكيمه هذه تقدر دير الفاكسان؟ نسقسيها قبل اللي اسمها ما عندكش حالات مثلا هكذا تاع سخانه في العائله؟ حاليا راكي مليحه ما عنديش في الدواء والو بليتو بغير هذه الادويه. غير هذه الادويه ما عندي والو الحمد لله. على حي علاش اقتنعتي بحاجه تهدي لي الماكسه؟ لا بنتي يا اخي موت موت وحده لا محمد رسول الله، كي تجي نموت بالكورونا ولا حاجه اخرى نموت كي تسمع كي تجي ربي سبحانه وحنا نديروها على ربي، يدير اللي عليه ويدير احتياطاته وباقي على ربي. ربي على ربي سبحانه ان شاء الله وربي يحفظك ان شاء الله الحاجه. ربي يحفظك امين يا رب. ربي يزيد لكم البلاء ان شاء الله امين يا رب. ما شاء الله كي تلقاي حاجه كيما هكذا صباح حجه كبيره البارح على بالك شفتي والله نسبه الوعي عند كبار السن تحيري فيها. شوفي الله قانعين قانعين وفاهمين، وزادوا جابوا لي حتى لا سيرولوجي البارح، جابوا البي سي ار، جابوا لي تريتمون على كلش. اسمع ما شاء الله دوكا اوليو باه تولي انت تشجعي الشباب باه يستحفظوا على جال والديهم، دوكا والديهم اللي راهم يجيو الكبار اللي راهم يشجعوا في ولادهم سبحان الله. والله سلام باه تبقى العاطفه الامومه هي الجسم اللي تحزم كل عواطف. ما هذه خلاص راح تسجل مباشره نتاع عقب الباكسان. شفتوا الاجراء راه ما ديش مع الحجه 5 دقائق دخلت سجلت الدائره من قبل تيست جابت الادويه تاعها التمبيراتور تاعها قاست السخانه في الاستقبال شافت الطبيبه الدواء تاعها مباشره راح تعقبها للفريم لاي يديروا لها الباكسان راح يكونوا معاها في بث مباشر. هذه الحجه اللي دخلنا معاها من الاول هاي بسم الله فاتت على الطبيبه دوك راهي في مرحله الباكسان هاي دارتها بكل سهوله ما فيها لا سطر لا الام لا حتى حاجه الحمد لله. ما وجعتكش الحجة سهلة الحمد لله والله رهيبة تاخذ الحمد لله بالشفا ان شاء الله بالشفا عيشك بني عشوة باقي تقدر شوفوا عطاوها الرونديفو باش دير دوزيام فاكسان على شهر قد قد اليوم شربي بزاف. دوكا رانا مع مدير الجمعية السيد بوسكين بوعلم يحاول يعطينا حوصلة عامة. الجمعية هذه عادة مختصة بسرطان الثدي أمور أخرى في هذه الظروف في الظروف خاصة في الوباء راهي تجندت للموضوع هذا، يحاول يعطينا فكرة عامة على الجمعية كيفاش راهي واقفة في المرحلة هذه. تفضل أستاذ مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نرحبوا بك الأخت ونرحبوا بكل متابعين تاع الصفحة نتاعك. كما يعلم الجميع جمعية الوفاة لمرضى سرطان الثدي ببلدية العلمة هي جمعية محلية متخصصة في سرطان الثدي، لكن بحكم تواجدها في القطاع الصحي أو النشاطة تاعها هي صحية بحتة، الأهداف نتاعها هي متعددة. وين عندنا مجالات يعني نقدروا ندخلوا ليها في الحالات الاستثنائيه. واليوم رانا مع الحمله التلقيحيه اللي عندها علاقه مباشره بالوباء هذا الوباء الذي انتشر منذ مارس من سنه 2019. الجمعيه لم تتخلف ولو يوما واحدا على المجتمع، يعني منذ مارس قدمنا ويا ناشطة نعم، منذ مارس انخرطنا انخراط كلي داخل القطاع الصحي، خاصة القطاع الصحي تاع المستشفى المدني العلمة،
وين قدمنا قدمنا مساعدات من حيث الكونسونتر ديال الاكسجين، من حيث الادويه، من حيث توزيع، من حيث ليفاكياسيون دي مالاد، خاصه مرضى السرطان اللي يومها تحولوا من العلم للصيف. ومع عوده الوباء الجديد واعلان بدايه الحمله التلقيح، فتحنا المجال للحمله التلقيحيه اللي راكم تشاهدوا فيها اليوم. فتحت الجمعيه جددتوها؟ نعم، بالتنسيق مع المؤسسه العموميه للسياحه الجواريه. دخلنا مباشره، وخاصه ونحن يعني محل ثقة لدى السلطات المحلية ولدى القطاع الصحي مدينة العلمة، لدى حتى الشعب، من أنجح الجمعيات في المحلية في مدينة علمة، جمعية سرطان الثدي. الحمد لله، حتى نشاطاتكم مجانة، تعيارات مجانين، ديما نبحث على الجمعية تاعكم، يعني يعطيكم صحة. الحمد لله، وين لقينا القطاع الصحي طلب منا باش نفتحوا نقطة تاع تلقيح، حنا رحبنا بالفكرة هذه ورحبنا بها يعني بكل فرح واعتزاز. لماذا؟ لانه اولا راح نقدموا خدمه للمجتمع، ثانيا راح ان شاء الله نجنبوا الكثير من الحالات اللي راح تلقى تلقيح، نجنبوها هذا الداء، وبالتالي كما راكم تشوفوا الامور ماشيه بشكل ممتاز. راكم دايرين نساء ورجال اللقاح؟ للنساء والرجال. نعم، نساء ورجال. دايرين مدخل خاص بالنساء، دايرين مكان خاص بالرجال. الحاجه الوحيده اللي لاحظتها مقارنه بالمراكز، يعني نشوف المراكز اللي مديروا تلقاح، انه ما عندكمش الغاشي، ما كانش الاكتظاظ، كل شيء منظم. لا، كل شيء منظم. راكم تباعد، كل واحده في كرسيها. لأنه بكل بساطه الجمعيه فيها تشكيل تاع القطاع الصحي، خاصه وان هذا التشكيل هو تشكيل احيل على التقاعد. نملك من التجربة ما نستطيع أن نقدم أكثر لصالح المجتمع. إحنا فقط النداء تاعنا اليوم، خاصة الجمعية هذه راهي مختصة بسرطان الثدي، نقولوا لخواتاتنا، إذا كان على بالي باللي العدد المشاهدين تاعك هم نساء، نقول لهم الجمعية هذه هي جمعية نسائية، وسميناها بالوفاء، وفاء لأمهاتنا. يعني لما نتحدثوا على الثدي تاع المرأة فهي الأم، وهي الأخت، وهي الزوجة، وهي البنت. إذن الوفاء هي وفاء لأمهاتنا. احنا نقول لخواتاتنا كامل ماذا بكم تلتفوا حول هذه الجمعية. الجمعية هذه راهي تعنى بنشر ثقافة التشخيص المبكر ومكافحة سرطان الثدي. ما عليكم إلا الالتفاف بالجمعية هذه، محاولة المساعدة تاعنا، وخاصة الحالات الاجتماعية راه بكل صراحة لو نتخلوا عليها راحت تهلك. وبالتالي معا ضد سرطان الثدي، وبارك الله فيك. شكرا، يعطيك الصحة.